بسبب إيقاف تصدير النفط لا تستطيع حكومة إقليم كردستان تسديد الرواتب. سؤالي هو من سيكون مسؤولاً عن تسديد الرواتب الموظفين والمتقاعدين؟ يعني جنابك المحترم هناك قول مأثور يقول قطع العناق ولا قطع الأرزاق. نحن الآن في أواخر شهر رمضان المبارك، يعني ألا تريد أن تقدم بشرى سارة لمن ينتظرون الرواتب في إقليم كردستان؟ المسؤولية إحنا المسؤولين، ولا ليست مكرمة ولا بشرى. واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين سواء كان في الإقليم أو في أي محافظة، وهذا ما تعمل عليه مجلس الوزراء إن شاء الله خلال هذا الأسبوع.